بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة حليمة أطلس تي في، النهاردة إحنا من هيلتون جدة. موضوع جميل أوي طال انتظاره منذ سنتين، ورجعنا الحمد لله المعرض العقاري المصري السعودي برعاية وزارة الإسكان المصرية والسعودية، ومعانا الأستاذة يمنى الشامي من شركة ديلمون هتحدثنا عن المشروع اللي خلاها تيجي المملكة وتنبسط جدا وتستعيد الذكريات الجميلة لها في المملكة. اتفضل يا أستاذة يمنى، اشرحي لنا كل شيء عن المشروع. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يمنى الشامي، تيم ليدر شركة دولمن ديفلوبمنت. احنا جايين النهاردة معرض الأهرام العقاري بفندق هيلتون جدة لعرض منتجاتنا في السوق العقاري المصري. احنا شركة مصرية، شركة دولمن، الملكها 3 أشخاص: مستر عبد العظيم خليل، هو اكس طلعت مصطفى ودماك دبي، 15 سنة خبرة في السوق العقاري. الشريك الثاني هو مستر أكرم ترك، صاحب براند شوكولات باشونال. الشريك الثالث مستر طارق حلمي، صاحب سلسلة شركات منف تورز للسياحة، 16 فرع على مستوى الجمهورية. 3 شركاء اتحدوا مع بعض وقرروا ان هم ينزلوا محفظة أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا العاصمة الإدارية الجديدة هي حاليا الوجهة أو هي المستقبل، مشروع قومي كبير للدولة بيضم كل المستثمرين من جميع أنحاء العالم. قررنا ان احنا نختار منطقة زي منطقة R3 تكون فيها المشاريع بتاعتنا في العاصمة الإدارية، وده نظرا لأسباب كتيرة جدا، لأن R3 هي أول حي سكني مبني بالكامل وجاهز للسكن بالعاصمة الإدارية. يضم الحي 25,000 وحدة سكنية و1200 فيلا جاهزة على التسكين حاليا. بالفعل بدأ ناس كتير يتم تسكين الشقق والفيلات الموجودة هناك، بالإضافة إن الحي ده لوحده يضم 9 مدارس دولية و3 جامعات أيضا دولية، منهم CIC الجامعة الكندية بدأ دراسة من 2018، في كمان الألمانية الدولية بقالها سنة شغالة، في كمان الجامعة الأوروبية هتشتغل من العام القادم، بالإضافة إلى المدينة الرياضية أو السبورت سيتي أو الأولمبيك سيتي اللي هي فيها مباريات كأس العالم لكرة اليد، اتلعب فيها المباريات من 2 سنين بالضبط. الوجهة المباشرة لينا في R3 هي الأهم معلم سياحي، كلها سكنية فيها اللي هي عشان منطقة سكنية بحتة، بيكون في جزء مخصص للأعمال التجارية والطبية والإدارية بما يعادل 12% من المساحة الإجمالي. 12% دول متقسمين أو الطرح على هيئة 6 قطع أراضي، شركتنا اشترت منهم 3 قطع، انفردنا بيهم بمولات حصرية هي الوحيدة اللي بتخدم المنطقة بالكامل. كم ألف نسمة هايش؟ هقول لحضرتك احنا دلوقتي بنتكلم في 25,000 شقة او 1200 فيلا، لو افترضنا الاسرة او البيت فيه 4 افراد كالحد ادنى، فبالضبط من 180 ل 200,000 نسمة موجودين في المنطقة، غير المدارس 9 مدارس من اكبر المدارس الموجودة، 3 جامعات، في كمان 3 مستشفيات منهم. طبعا لان ده بيعمل ترافيك على المنطقة، طلبة داخلة، اولياء امور، كل ده ترافيك بالضبط بالضبط طبعا. وفي كمان 3 مستشفيات منهم مستشفى دكتور مجدي يعقوب طبعا الجراح العالمي، فدي نقطة قوية جدا. غير ان الوجهة المباشرة كمان هي اهم معلم سياحي في العاصمة الادارية اللي هو الايكونيك تاور والابراج الصينية. كل العاصمة الادارية حاليا بتقول هي شايفة الابراج، لكن حرفيا احنا لو رحنا R3 هنلاقي الابراج هي الوجهه المباشره لنا، اقرب حاجه هي R3. انا صديقتي سيده تعبان سعوديه طالبه شقه في العاصمه الاداريه في امريكا ان شاء الله. ان شاء الله شرف لينا. اكيد طبعا شرف لي، شرف لي. الاسعار بقى والكلاسات والموديلات هقول لحضرتك. طرازي اسباني ايطالي، تمام. طريقه البناء في المنطقه، تمام. هقول لحضرتك مساحه المشروع دي وتكلفه المشروع قد ايه، تمام. انتهيتوا من كل الانشاءات ولا لسه اندر كونستراكشن؟ تمام، في مراحل تانية. تمام، انا حابه اوضح نقطه ان احنا اللي بيميزنا عن غيرنا من مشاريع العاصمه الاداريه ككل ان احنا الاراضي بتاعتنا شارينها من هيئه المجتمعات العمرانيه مش جهاز العاصمه الاداريه.
دي بتفرق كتير جدا حضرتك، بتفرق في ان هيئة المجتمعات بتكون شروطها البنائية اصعب من جهاز العاصمة، يعني بتفرض عليا كمطور بتفرض عليا كمطور ادفع 30% مقدم للارض وبقسط على 3 سنين فقط. العاصمة يمكن تدي تسهيلات اكتر ان قسط على 8 و10 سنوات. انا بفضل الله الشركه شاريه 3 اراضي مع بعض ومكملين 75% من ثمنهم الى الان، في اكتوبر الجاري ان شاء الله او اللي جاي هيكون 100%. تمام. احنا متعاقد معانا بالفعل عملاء من الكويت، السعوديه، البحرين، قطر، النرويج، السويد، في كمان في هولندا، من كل انحاء العالم الحقيقه معانا مستثمرين. يعني المولات بتاعتنا احنا واخدين المول وسط العمارات السكنية، مول وسط الفيلات. المولات دي كمان مساحة كل مول المول الاول او المشروع الاول لينا مساحته 3400 متر، ارضي وثلاث ادوار، تجاري اداري طبي، طبعا مطاعم وكافيهات في الدور الارضي والاول، والدور الثاني تجاري، الدور الثالث مكاتب وعيادات طبية، وفي كمان روف جيم من ضمن الانشطه الاكسكلوسيف. بالظبط بالظبط، من ضمن الحاجات الحصريه او للمستثمر اللي بيدور على الحاجه. مثلا كموضوع النادي ده، مساحته قد ايه النادي؟ النادي مساحته هو متقسم جزئين، مساحه داخليه ومساحه خارجيه، يعني 1000 عضو 2000 عضو مثلا كمشتركين. يوصل لكام مساحته؟ هي مساحته كمساحة 120 متر و 400 متر أو الدور إيريا، يعني أوبن إيريا للأجهزة أو للواتيفر هو يحب. متجهز كامل ولا المستثمر هو هيجهزه؟ هو بيستلمه مندي نص تشطيب سيمي فنشت. بالضبط، هو بيكمل. الميزة في المشاريع بتاعتنا برضو ان احنا اول تسليم وتشغيل، مش بس تسليم، لا تشغيل، بتفرق كتير. لان في شركات بالضبط، في شركات بتسلم وممكن بسلمة، بس الفكرة ان هم ما اشتغلوش لسه، لان ما فيش حاجة، يعني ما فيش سكان، ما فيش ترافيك يخدم المكان. لكن انا دلوقتي في منطقة بالفعل بدأت تبقى عايشة، بدأ يكون في سكان، فبالتالي اول ما سلم هشغل. المنطقة متعطشة للخدمات هناك. الجامعات دي طبعا هيجي لها اساتذة من انحاء العالم. طبعا طبعا، الالمانية الدولية، مش الالمانية الموجودة في مصر، يعني في المانية اللي هي الالمانية العادية وفي الالمانية الدولية. هي الالمانية الدولية والجامعتين الدولية والكندية والاوروبية. الاوروبية، وفي كمان مدينة جامعية داخل الار 3. كل ده بيعمل لي ترافيك، يعني ناس داخله وخارجه على المكان. في كمان 16 مبنى فندقي موجودين داخل الار 3. ارتفاعاتهم قد ايه؟ بيبقوا ارضي وخمس ادوار مثلا، فيهم فيهم 520 وحده فندقيه. كل اللي انا قلته لحضرتك ده هو الكثافه السكانيه اللي احنا بنخدم عليها في المنطقه. فبالتالي انا هسلم اول حاجه. تعتبر مدينه بقى، مش تعتبر مدينه. بالظبط بالظبط. يعني هيبقى اسمه مدينه دلمون ولا هيبقى اسمه دلمون؟ هي مش هو الشركه اسمها دولمن ديفلوبمنت. المشروع الاول لينا اسمه بيير مول المرسى. المشروع الثاني اللي هو وسط الفيلات اسمه افينيو مول. والمشروع الثالث الحقيقه احنا لسه ما طرحناهوش دلوقتي، بس احنا اشترينا الارض بالفعل. تمام. من ضمن برضو انا قلت حضرتك في براندات متعاقده معانا، يعني براندات موجوده في مصر شهيره زي لابوار مثلا للحلويات، بينوس كافيه، بن عبد المعبود، اولاد رجب هايبر ماركت واخد 1000 متر في الدور الارضي، اندريا للمشويات، سي هورس للاسماك. كل دول متعاقدين معانا بالفعل. بالإضافة كمان السينما، عايزين سينما عشان الترفيه. هقول لحضرتك حاجة عشان أبقى صريحة معاك، مش حكاية ما حاولتش، لكن أنا الفكرة عندي إن زي ما قلت حضرتك هو مول بيخدم منطقة سكنية، فبالتالي هو مول خدمي أكتر ما هو ترفيهي. أنا المول اللي هو شغال على مدار 24 ساعة بيخدم الكثافة اللي عايشة اللي موجودة. مش عايزين مركز ثقافي إشعاع السينما في مركز ثقافي بالفعل. ممكن المساحة اللي هي قلت حضرتك عليها دي هي ترخيصها إداري، بيكون لها ترخيص إن هو إداري، فالإداري ده يندرج تحتي جيم، مركز تعليمي، مركز ثقافي، ده ما فيش مشكلة فيه. هو برضو 120 و400، ممكن ياخد الاثنين مع بعض. مش سينما،
تبقى مركز تعليمي او مركز ثقافي، مش سينما المدرجه المتعارف عليها. صح بالظبط. في كمان من الناحيه الهندسيه، احنا المولات بتاعتنا مصممه ان هي تبقى اقل نسبه تحميل في السوق العقاري. نسبه التحميل يعني المساحه الصافي اللي العميل او المستثمر بيستلمها. انه في شركات مثلا او بعض الشركات بتكون مثلا قايله حضرتك هتستلم مني وحده تجاريه مساحتها 50 متر، تيجي تقيس المساحه الفعليه تلاقيها مثلا حاجه 20 متر. كل ده بتبقى سنتيمترات او مترات يعني مهدره عواميد او بروز حاجات في الشغله المساحه. لكن احنا الحمد لله اقل بالظبط اقل نسبه تحميل في السوق العقاري كله، مش بس العاصمه، السوق العقاري كله 18% نسبة التحميل، وبيبقى مرفق برسم أبعاد. في فروع البنوك برضو هتخدم المكان بالظبط. كويس إن حضرتك قلت لي النقطة دي. إحنا ال بالظبط في بنك عندنا في كل مول. إحنا الميزة برضو إن إحنا بنعمل تالنت ميكس أو تنوع سلعي، إن إحنا بنخلي من كل نشاط حاجة واحدة بس عشان يبقى التركيز عليها، ما يبقاش فيه منافسة كومبيتيتورز كتير أو يبقى فيه هسل بين بالظبط. فأنا بخلي من كل صيدلية، وكمان بتارجت الأسامي الكبيرة في السوق لأنها منطقة الكاتيجوري اللي عايش فيها كله إيه كلاس، ما فيش حاجة يعني متوسطة بالظبط. زي البيفرلي هيلز كده بالظبط، أشبه ببيفرلي هيلز وأشبه كمان بصدق والكومباوندز الكبيرة اللي موجودة. بس ان شاء الله احنا سعداء جدا بيكي استاذة يمنى، ما شاء الله اعطتنا معلومات جميلة. معلومات